أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات الشرطة والأمن العام في مدينة الباب تضبط سيارة مفخخة بعد الإبلاغ عنها من قبل الأهالي في مدينة الباب شرقي حلب وتفجرها عن بعد بحسب مراسل حلب اليوم. تعزيزات عسكرية من الفيلق الخامس المدعوم روسيا تصل إلى محيط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي بحسب المتحدث باسم الجيش الوطني يوسف حمود. قناة سي بي اس نيوز الأمريكية تكشف عن تسريب أكثر من 900,000 وثيقة حكومية خارج سوريا تحتوي على أدلة قوية على تورط النظام وبشار الأسد في جرائم ضد الشعب السوري. الميليشيات الإيرانية التي يدعمها الحرس الثوري تستقدم من العراق منصات إطلاق صواريخ وتنشرها في قاعدة بالقرب من منطقة عياش في الريف الغربي لمدينة دير الزور وفق ما نقلت قناة الحرة عن مصدر أمني. نظام الأسد يوافق على تشكيل لجنة خاصة مؤقتة للتحقيق بموضوع بئر الغاز قارة 8 في منطقة القلمون بريف دمشق التي دشنت في أيار الماضي وتبين أنها وهمية. مراسل حلب اليوم أفاد بأن الارتفاع الكبير في أسعار الحلويات في دمشق وريفها خلال الأشهر الأخيرة تسبب بعزوف السوريين عن شرائها على الرغم من كونها مطلوبة بكثرة في فصل الشتاء.